ولا ديجا هكا كيف سالتني قلبي دق C'est un des moments où tu te sens vraiment que tu existes, que tu as une raison pour exister. It's a big, beautiful mess. معناها خرمة كبيرة على الآخر تعرش. C'est un concept اللي مخلق زيزر. هذا سؤال هذا أصعب سؤال تسأل تتسأل فيه البشرية من 20 قرن. كيفاش تحس روحك تبدأ تحب؟ Quand tu es amoureuse. تحس روحك عندك جوانح؟ نحس اللي سقايا ما عادش تمس القاع. تحس روحك خفيف؟ اللي ما عادش خام في روحي. نبجل اللي نحب واللي نحب ولا أدخل. وقت اللي تفيق كل نهار والمحليه النهار كيفش نبديه ومحليه كيفش نوفيه برشا افيد ما تحسش حاجه مي محليها المحلي الاحساس كهو الجوع هذاك شنو تحس كهو لما نحب بس برشا حاجه كل شيء يولي سامباتيك ومحلي وسهل وما عادش تعمل مشاكل نحس روحي فرحانه نحس روحي قويه ونحس روحي ان برشا حاجات نجم نعملهم ونجم نشفي الناس. بالنسبه لي انا انه الانسان يحبك لذاتك، يحبك لطبيعتك، يحبك بلا مقابل، بلا شونتاج. نبدا جو سوي سوبر زين، تري سيرين، كل شيء يولي محلي. وتولي تضحك ماكش فاتن بروحك اللي انت قاطعه، كي تشوف الشخص اللي تحبه ابدا. ما عادش ينجم يشدني حتى شيء، لا الفوق لا الجوده، معناتها نحس روحي بمريض كل الهواء. وكيما الهواء نولي نمس كل شيء معناتها ونحس كل شيء وكل شيء يأثر عليا من النواحي الكل. وشنو الحب؟ الحب الحب يظهر لي سي لا بلو بيل ديز انرجي احسن انرجي احسن طاقة تنجم تيح على العبد هكا تفيقه من تعطيه هكا كي الشحنة كي الالكتروشوك احلى حاجة احلى حاجة تنجم تصير. Penser à quelqu'un tout le temps. Entre avec les parents, avec les amis, avec le partenaire, avec nous, c'est le plus fort. Il faut s'aimer soi-même très très fort pour pouvoir donner de l'amour. Le bonheur de l'autre devient ton leitmotiv et ta raison d'être. C'est ce qui te fait vivre et te fait progresser. وتبدا كيغيو باش غدوكا كيفاش وبعد غدوكا كيفاش وعم جاي كيفاش كيفاش باش تبدا انت كي كنا قاعده تحب هي الحاجه اللي تحييك وتزينك بلوس عبد كيبدا يحب يزيان